أخبار اليوم. تنافس، خناقة على مين يتكلم أكتر. هو أنا مجنونة؟ أحكي لك حدوتة؟ أوضتي كان فيها قبليك كريستال متعلق في وش السرير بتاعي، كل ما أبص له أو أفتكره بحس بطعم حديد في بقي. أسماء، بنرحب بيكي في بوابة أخبار اليوم، وبتجسدي دور البنت الدبدوبة أو الدبدوب. أيوه. في مسرحية خلطة سحرية للسعادة. عايزين نعرف دورك إيه وبتعملي إيه بالظبط في المسرحية، والمسرحية إيه خلطة بقى؟ يعني احكي لنا على الخلطة. والله هي الخلطة زي ما شفت، يعني مفيش مقادير معينة، يعني هو في خلطة انت تايه جوه الخلطه، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. وزي ما احنا كلنا عارفين، هو اصلا مفيش حاجه معينه تقدر توصلك للسعاده، مفيش حاجه اسمها الانسان عمره فعلا ما بيرضى. زي ما قلنا في المسرحيه انه مفيش حاجه هتوصلك لاحساس السعاده، طول الوقت الانسان حاسس ان هو مش راضي، مش سعيد، دايما بيدور على السعاده، ولما هيدور على الخلطه مش هيعرف مقاديرها برده. فده يعني ده مجمل الاحداث. دوري انا بعمل الفتاه الدبدوب. دي بنت قد ايه دورت في كل الحاجات، في كل ما يمكن ان هو يساعد ان البني ادم حتى يعرف يتكيف مع الواقع او مع البني ادمين او مع المجتمع اللي حواليه، ما عرفتش. فقررت ان هي تتعامل مع المجتمع من ورا ماسك بيبتسم طول الوقت، بس هي مش عارفه تعمل. فده الحل اللي هي وصلت له يعني. فبس يعني في جزء بتاع السوشيال ميديا بتلعبي فيه دور، اللي بيتكلم على الفيسبوك وكده. عايزينك برضو تكلمينا، لان يعني كل واحد فيكم لعب اكتر من دور، يعني بيلعب دور اساسي وبعد كده بيلعب دور مساعد تاني لشخصيات تانية. عايزك تكلمينا عن التجربه دي، انت شايفاها عامله ازاي؟ وعايزك كمان تقولي لي كان دورك ايه في السوشيال ميديا. دوري كان ايه؟ هو ما كانش حاجه معينه. بس هو البنت اللي هي واخده بالها من نفسها طول الوقت، اللي هي طول الوقت حتى وهي بتتكلم بتاخد بوز التصوير او كده، يعني حد بيصورها او حد بيتابع شكلها، وهي على طول جسمها بيعمل حاجات لا اراديه بتعبر عن اللي هي بتقوله او ما بتعبرش. زي فكره انه لا انا بكلمك، يعني ايه ده، يعني ليه كده. وده فيه منه كتير جدا، يعني ده انا ذاكرته في شخصيات كتيره جدا بقابلها. فبس يعني ده كان الشكل اللي حاصل او الشخصيه اللي كنت بقدمها. طب انت شايفه التركيبه ديت ان انت تلعبي دور اساسي وبعدين نقول دور فرعي بتخدمي على شخصيات تانية، شايفه ان ده حلو ولا مختلف ولا ايه؟ هو مختلف وحلو. يعني هو حلو جدا طبعا. فكره انك تبقى عارف المين كاركتر اللي انت بتلعبه او الشخصيه الاساسيه اللي انت بتلعبها ده، ومركز فيه ولاين مكمل معاك لحد اخر العرض، وان انت تكون بتخدم على شخصيه مثلا تانية في شغلها، ده حلو جدا. ده بيدي مساحه كبيره من التمثيل، يعني هو استمتاع، انت بتستمتع ان انت بتلعب، انت بتلعب هنا وهنا 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 بشخصيات مختلفة، وفي نفس الوقت بتكمل في اللاين بتاعك وبتعرض حالتك وشخصيتك لحد الاخر. فقد ايه ده ممتع جدا. بنتمنى لك توفيق يا اسماء، وان شاء الله نشوفك في عروض تانية كتير ونشوفك في حاجات اكتر. بشكرك.